السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فإن إصلاح البيوت أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة يريدان رضا الله جل وعلا بتربية ذرية صالحة تساهم في بناء المجتمع المسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة الأفاضل، من الخطوات التي تساعد على إصلاح البيوت أولاً غرس العقيدة الصحيحة في قلوب أفراد الأسرة وتحذير من الشرك بجميع أنواعه. فإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء والموحدين خاف على نفسه من الشرك، قال تعالى عنه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. ثانياً، حث أفراد الأسرة على أداء الصلوات في أوقاتها بالرفق وبالحسنى، فالأولاد يؤمرون بصلاة الجماعة، والنساء يوجهن إلى الصلاة في بيوتهن فهو خير لهن. قال تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى عن نبي الله إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان عنده صغير أو يتيم أو مملوك فلم يأمره بالصلاة فإنه يعزر تعزيراً بليغاً لأنه عصى الله ورسوله، انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه فقد أفسد غاية الإفساد. وأكثر فساد الأولاد إنما جاء من قبل الآباء، أهملوهم صغاراً فلم يعلموهم فرائض الدين وسننه فلم ينتفعوا بهم كباراً ولم ينفعوا أنفسهم، انتهى كلامه رحمه الله. ثالثاً، من الخطوات التي تساعد على إصلاح البيوت إزالة المخالفات الشرعية من البيوت، كإزالة مثلاً التمائم أو الصلبان أو الصور أو التماثيل أو غير ذلك. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حتى لو احتاج رب الأسرة إلى الكلب أكرمكم الله فإنه يوضع خارج المنزل إذا كان ذلك للحراسة. رابعاً، جمع أفراد الأسرة والحرص على ترابطها وعدم تفككها، فيكون ذلك باحترام الكبير والرحمة بالصغير والتلطف في التعامل بين أفرادها وبر الوالدين، فإنه من أعظم القرب إلى ربنا عز وجل. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعلى الأب أن يتحلى بالرفق والصبر والحلم،
ويوجه أولاده إلى الطاعات وإلى ترك المعاصي والذنوب. فإن أعظم ما يولد العداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة هو الطلاق. خامساً، الحذر من دخول الرجال الأجانب على المرأة، وخاصة أقارب والديها وأقارب زوجها، فإنهم يترددون على البيت وقد يجمعهم بيت واحد، وقد تكون هذه المرأة لوحدها فتحصل الفتنة بالخلوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا نبي الله، أرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج. قال العلماء رحمهم الله: شبه الحمو بالموت، وذلك لخطورته وتساهل الناس فيه. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سادسا، توجيه النساء عند خروجهن للأسواق أو المناسبات أو الحفلات باللباس الشرعي الساتر، فبعضهن للأسف تلبس اللباس الضيق أو المفتوح أو العاري أو البنطال، وهذا لا يجوز، سواء كان عند محارمها من الرجال أو عند بنات جنسها من النساء. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فيا له من وعيد شديد ترتجف منه القلوب وتخاف منه النفوس. سابعاً، الانتباه لخطورة السائقين والخدم، فبعضهم وللأسف يستقدم خادمة وقد تكون في سن الشباب، وفي بيته شباب مراهقون، وقد يختلي أحدهم بهذه الخادمة فتحصل الفتنة والشر. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلا بد لرب الأسرة أن يراعي الضوابط الشرعية عند استقدام الخدم أو السائقين. ثامناً وأخيراً، التعاون بين أفراد الأسرة، فالنوم له وقت والاستيقاظ له وقت، وكذلك التعاون في الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف والترف، وكذلك الحرص على النظافة والجوانب الصحية الأخرى التي حث الشرع عليها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.